أستاذ أحمد، في الفترة اللي فاتت كان الكلام كتير جدا عن القوائم، قائمة محمود الخطيب، كان في أسماء كتير جدا كانت على السوشيال ميديا كانت مطروحة. هو في الآخر حسم الموضوع باستضافة 19 شخصية، 18 18 يعني اللي بيته، وكان واضح إن يعني إن الموضوع مش هيخرج عن هذه الشخصيات. إلى أي مدى ممكن حضرتك شايف إن الشخصيات دي مش بس هتضيف أهمية وهتضيف ثقة لقائمة محمود الخطيب، ولكن كمان للنادي الأهلي في حالة الفوز؟ والحقيقة القائمة اللي الكابتن محمود الخطيب بيختار منها هي مجموعة كبيرة وأسامي، الحقيقة الدكتور راني علواني، العمري فاروق، خالد خالد دغندالي، مرتجي خالد وخالد مرتجي، نعم خالد طارق الضامن، قنديل، أيوه محمد الجرحي، محمد الضماطي، لا مجموعة عشان رجال بس ما انساش أعمال. حد. ما هو هي تركيبة من المجموعة رجال أعمال ومن أبناء النادي الأهلي، خالد الدرندلي أعتقد، خالد دغندالي، أيوه لا هشام العمري، لا مجموعة كبيرة جدا. هم. ولكن القايمة كلها كتلة واحدة، يعني هو الكلام اللي احنا سمعناه واعتقد ان هو مؤكد ان هم هيختاروا 11 والسبعة اللي هيخرجوا من القايمة مش هيترشحوا على قوائم تانية او هيترشحوا مع حد تاني. الكلام عن ان العمري فاروق هيكون نائب الرئيس، لسه لحد دلوقتي لم يحسم الامر، هل العمري فاروق هيبقى نائب وخالد مرتجي هيتولى شركة الكورة او العكس؟ هو الكلام دلوقتي، لانه الحقيقة هنا هنقول بقى دور الكابتن حسن حمدي عشان بس الناس تبقى يعني نتكلم بصراحة. كابتن حسن حمدي هو من يدير الموضوع كله، يعني هو اللي بيقعد وهو اللي هو كابتن محمود هم اللي بيتفقوا على كل حاجة، واللي هيتفقوا عليه في الآخر هو اللي هيقوله. الحقيقة إنه الناحية التانية بقى المهندس محمود طاهر بيحاول يختار قائمته، فبيختارها إزاي؟ دي مشكلة، لأن كتير جدا انسحبوا من قائمة محمود طاهر، يبدو أن في صعوبة أن هو بيحصل على شخصيات مؤثرة في النادي، شخصيات لها شعبية كبيرة، كتير منهم راح لقائمة محمود الخطيب. ما هو الحقيقة ان هم بقى بيفكروا ازاي دلوقتي، يعني المجموعة اللي بتدير حملة المهندس محمود طاهر اللي بتحاول تختار له القايمة، انت عارف النادي الاهلي في مجموعة من العائلات الكبرى أيوه اللي ليها كتلة كبيرة من الاصوات، يعني مثلا عائلة مرتجي، فعائلة مرتجي ليها كتلة كبيرة، فخالد مرتجي هيترشح مع الخطيب، فيروحوا يدوروا على محمد مرتجي او ابراهيم مرتجي او علي مرتجي عشان ياخدوه في قايمة المهندس محمود طاهر عشان يبقى علشان يبقى زي تفتيت للأصوات، ما تبقاش كل الأسرة بتروح بس. هو الحقيقه انه ده تفكير، الحقيقه تفكير ستينات، لانه الاسره حتى كلها لو راحت ما هتصوت لخالد مرتجي وهتصوت لمحمد مرتجي، فبقينا المجلس في الاخر هيبقى مجموعه ثلاث عائلات او اربع عائلات، انما هيدوا مين الرئيس؟ ما هي الفكره، انت بتاخد معاك عشان تاخد صوت. طيب انا هدي خالد وهدي محمد مرتجي مثلا ايا يعني كان الاسم بصرف ايه؟ النظر عن الرئيس مين؟ هدي مين الرئيس؟ هل هدي محمود الخطيب ولا هدي محمود طاهر؟ فكده محمود طاهر ما كسبش، فالحقيقه لازم المهندس محمود طاهر يلغي الفكره دي او يفكر فكره تانية، يعمل قائمه. اعتقد ان الاهلي فيه اسامي كتير قوي ممكن يسندوا المهندس محمود طاهر، واعتقد انه ممكن تكون في مفاجاه في احد اسماء نجوم الكره الكبار قد يترشح نائب للمهندس محمود طاهر، وقد يكون الكابتن طاهر ابو زيد.